موبايل من ضمن هذه المنظومة يساهم في دعم وجودها في الأسواق المحلية، يساهم في تناقل الخبرات مع الشركات الشقيقة، ويضعها في مصاف الشركات العالمية من خلال العلامة التجارية الموحدة. أيضا الذهاب بالتكنولوجيا إلى ليفل جديد، إلى مستوى جديد، ومن ذلك ما لمسه الجمهور في عندما أطلقنا الخدمات في قطاع غزة من تحسن خدمات الإنترنت وتحسن الأسعار، وما لمسه الجمهور أيضا في الضفة الغربية من الشبكة المتكاملة لخدمات الجيل الثالث والأسعار المناسبة، والتي كانت تمثل انطلاقة رائعة فاجأت الجميع بالضفة الغربية. وإن شاء الله قريبا بوجودنا كمان من مجموعة أريدو سيتم إطلاق خدمات الجيل الثالث في قطاع غزة بعد الحصول على الموافقات إن شاء الله. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.